تبارك الله ما شاء الله. خروف ولا عبورة؟ خريف. خريف؟ خريف. تبارك الله السواد. راه فين الحروف السلام؟ وهذاك الشيء اللي قال لك وهذاك. ياك؟ راه الشيء اللي. وبو العبي. نعم حاضر بالأمس. تاش كدير؟ كنعطيو العودة ما تاكلها. ضروري تعطيه العودة. ايوا واش غندير؟ ما نعطيوهاش. ها؟ ونعطيوها ما تاكلها، نعطيوها تبين ما تاكل. وشحال ضاربة معاك هاد العودة تقريبا؟ ورا ضاربة شي 7 سنين ولا 8. 7 سنين ولا 8؟ اييه نعم. وكي دايرة في الخدمة ديالها؟ واه ندرجان أنا ندرجو عليها. خدامة دايرة الواجب ديالها؟ خدامة دايرة الواجب ديالها. أشنو المهمات اللي كدير هاد العودة هادي تقريبا؟ كنطحنوا عليها، نمشيو عليها لشي بلاصة قريبة، نربطوها، نمشيو عليها للطريق، الشانطي. هنا ما كاينش عندكم الشانطي؟ بعيد منا الشانطي، 6 كيلومتر. 6 كيلومتر؟ 6 كيلومتر. الشي الآخر بيست. بيست. أييه، البارح قلبتوا شي خطوطة هنايا ديال قلبنا قلبنا. آه؟ قلبنا شي خطوطة تاع الحال. اش 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 حرتهم؟ ونديرهم شعير إن شاء الله. شعير؟ شعير. ان شاء الله. بو العربي حنا جينا عندك اليوم، سمعنا بان شي نعجه ولدات، بغيناك توريها لينا وتورينا المشاهدين اشنو كدير من النعجه كتولد. ولدت النعجه ولدت. ولدات؟ عاديه ولدت. ولدت عاديه ما ولدت حتى ما والو. ولدت ما ولدت عاديه الراس. هو سير ورينا النعجه اللي ولدات وورينا شنو كتعطيوها تقريبا. انا نعطيوها سير. ما شاء الله. خروف ولا عبوره؟ خريف. خريف؟ خريف. تبارك الله السواد. راه فين الحروف السلام؟ وهذاك الشيء اللي قال لك وهذاك. ياك؟ راه الشيء اللي. دابا هذه أول ولادة عندك في هذا الشهر هذا ديال الخريف. أول ولادة ولدت النعجة. ياك؟ تبارك الله. واش دايرة في السن هذه النعجة تقريبا؟ تقريبا جامعة. جامعة؟ يلا طلعت جموع. يلا طلعت جموع. ولدت هذا الخريف هذا تبارك الله ما شاء الله. مليح تبارك الله اللهم بارك. هز 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 الله يكمل الله يصلحها. تبارك الله يرحمنا. وراه فيه الرطوبية ياك؟ زوين لازم. ياك؟ باش كتعرف بالعربي الخروف راه زوين؟ الرطوبية من هذاك ديالهم. من السواد اللي في فمو؟ السواد تماما. دابا بالعربي النعجة عندكم هنا كتولد راسها ولا كاين اللي كتولدوها ولا شنو شنو كاين؟ كيولدها كاين اللي تولد راسها. أنت دابا هذه ولدت راسها؟ ياك؟ إيه. دابا ملي كتولد كتحيدها على الغلام اشنو كتعطيها؟ قول للمشاهدين. كنعطيوها شويه العلم، شويه الفصاب. اها. ونتهلاو فيها وصافي. كدرقوها على البرد. ندرقوها على البرد شويه. اها. ايوا الحمد لله. العلف بالنسبه للعلف اشنو كتعطيوها تقريبا؟ نعطيوها النخاله والشمندر. النخاله والشمندر. الشمندر. هي وشويه الزرع. شويه الفصاب. اها. شويه فارينه هو 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 كل ما كان عندك الزرع كل ما كان عندك العلف مزيان كل ما مزيان النعجه. ايوا شنو هو كيما تهبطي كيما اشنو المشكل اللي كتخاف منه لا النعجه ولدات كتخاف منه زعما الكساب كيخاف من النعجه لا ولدات ولقى فيها شي مشكل؟ شنو المشكل ديال المشكل ديالها هي لا ولدات ما صارت حليب ولا لا ولداته هربت عليه. ها عاودينا هذه القضيه هذه. الا ولداته هربت عليه ولا ما كانش فيها الحليب. الا ما كانش فيها الحليب. ايوا هذا هو المشكل. ما كتنكعش. ايوا تنكع على السري ما تنكع. إلا ما لقيتيش ما تنكع؟ إلا ما لقيتيش غاتشوف واش دير، تسري ليه معزة ولا دير ليه شي. وكيفاش هذيك القضية كيقول لك يعني الخريف الصغير إلا ما شربش اللبا ديال مو يموت؟ ما يلباش ما كيلباش. بحال زعما؟ خاصو اللبا ديال مو. اللبا ديال مو؟ خاصو اللبا، خاصو يلبا بعدا. ها ودابا هذا تبارك الله باين عليه لابي مزيان. هذا مزيان تبارك الله الله يصلحه اللهم بارك. اللهم بارك. خريف زين اللهم بارك. الله يصلحو. ودابا شحال غيبقى داخل تقريبا عاد باش ترجع؟ غيبقى داخل تتشبع البهيم ان شاء الله. تتشبع البهيم؟ تتشبع البهيم. الا ما شبعتش البهيم يبقى داخل. يبقى داخل غيبقى داخل ان شاء الله. طلبوا ربي غتشبع ان شاء الله. ان شاء الله هو امه. هو امه. ايوا وتبارك الله على الكب العرب. 7 اسبوعين ولا 3 بعدا اقصاح. 3 اسابيع. 3 اقصاح. 2 اسبوعين 3. تبارك الله على الكب العرب. سير الله يعاون. الله يعاون. تبارك الله. اذا كما كتشوفوا هذه هي الولاده الاولى عند بو العربي. تبارك الله. خريف زوين الله يصلحو. واللي شاف شي حاجه الخوت يقول تبارك الله ما شاء الله. كنشاركوا معكم هذه الفيديوهات الجميله، منها الناس يستافدوا ومنها الشباب يعني اللي ما عارفين شنو ما يعرفوا، وكاين الناس اللي عارفين هنا راهم تبارك الله. حنا كنديروا هذا الشيء باش الناس يعرفوا منها الناس كلشي يستافد. وتحيه للكساب والعربي اللي ديما يعني فاتح الباب ديال الضيعه ديالو المتواضعه.
وكنشكروه على هذه المعلومات القيمه اللي كيعطينا. حنا كنخليوها يعني ارث ثقافي الناس اللي باغيين يدخلوا الكسيبه والناس اللي باغيين يستافدوا من الكسابه. حنا كنمشيو على الكسابه جميعا صغار وكبار، كنحاولوا اننا ناخذوا منهم المعلومات الكافيه باش الناس اللي بعاد على الدومين وباغيين يدخلوا ليه كيعرفوا على الاقل بعدا كيكون عندهم واحد المعلومات ومعطيات. وهذا المجال راه خوتي راه كبير، يعني حتى واحد ما معلم وخايب لكم راه كساب كبير، ضروري ما انه هو كيبحث وكيتعلم يوم على يوم كيزيد ياخذ معلومه ويستافدوا من بعضياتهم. تحياتي لكم اخوتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير. وهذا هو فيديو اليوم، هو نعجبني كتولد اشنو خاصك دير ليها. اذا سمعتوا على نلخصوا المقولات اللي قال بو العربي، هو انه نعجبني كتولد يعني خاصكم تعزلوها بوحدها وتعطيوها العلف ديالها وتوكلوها وتشربوها يعني واحد المده ديال 3 أسابيع ولا 4 بين ما صحات وبين ما بعدات على البرد وبين ما الاخرى يفقساح، وديك الساعه ملي كيكون ان شاء الله الموسم ويكون الربيع غادي تخرج تعلف. وتحياتي لكم اخوتي، ودمتم للسردي عاشقين، كان معكم الاخ محمد من قناه حولي السردي بن مسكين. الى اللقاء.